برزت إلى السطح من جديد ظاهرة استهداف الفنانين في البصرة بعد أن غادرتها قبل سنوات، حيث شهد مركز المحافظة تفجيراً طال عدد من محال بيع الآلات الموسيقية ومكاتب إقامة الحفلات الغنائية بواسطة عبوة ناسفة وضعها مجهولون بالقرب منها. الانفجار الذي خلف خسائر مادية فقط أثار الرعب في من أضحى الفن مصدر معيشتهم. العزل يعني شو سوي، يعني إحنا إذا مثل هيك حالة وهذا يعني انفجار انتقامي، يعني تعرف إنه حياتنا وحياة هاي العالم اللي تشتغلي أنا يعني مو سهلة. خذوني من البيت، سيارات مظللة ومونيكات، وتعرضت لضربات وباقوا شختي وباقوا أغراضي. والله كيف فنان، ليش هيك ما يصير؟ وين الحرية؟ وين الديمقراطية اللي وعدتونا بيها؟ وينها؟ وفي الوقت الذي يثير هذا التفجير تساؤلات عدة حيال من يقف خلف استهداف الفنانين وما الغاية من ذلك الاعتداء، يتوقع الموسيقيون تصاعدا في الأعمال العدائية ضدهم بقصد إرهابهم في ظل ضعف الحالة الأمنية وضيق فسحة الحرية في داخل مدينتهم. عملية التفجير بهذه الطريقة، عملية التخويف وترهيب من يعتمدون على الموسيقى في كسب أرزاق عوائلهم وأرزاقهم بشكل شخصي، عملية التخويف هذه حقيقة تبعث على اللا أمن. أنا متأكد أن هذه الحالة ليست الأولى وليست الأخيرة، لربما سيكون الاستهداف استهداف شخصي، الآن استهداف محلات. وفيما اتخذت معظم الجهات الحكومية والأمنية موقف الصمت، اعتبر أعضاء في التيار المدني سلوك من أقدم على استهداف الفنانين مكملا لأفعال تنظيم داعش الوحشية وأفكاره المتشددة التي حاول أن يفرضها وفق منطق القوة. إلى أين يريدون أن يسوقون المجتمع؟ هذا داعش وهذه النقمة العالمية على هذا السلوك، وشوف نتائجه، هذه مكملة، هكذا السلوك هو مكمل لنهج داعش. وبرغم أن التفجير وقع في منطقة حيوية، لكن القوات الأمنية لم تعلق على ما جرى ولم تقم أيضا بتعزيز إجراءات الحماية لهذا المكان. عودة ظاهرة استهداف الفنانين والموسيقيين تقرع ناقوس الخطر وتنذر بعودة حالة التشدد والتطرف لهذه المدينة التي عرفت بتعدديتها الثقافية والفكرية. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.